نسمع الآن الحديث التالي. أيوة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن الله ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. انظر، ليسوا بصالحين لكن أعطاهم حق الرحم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أولياؤه أي نصراؤه؟ الله جل في علاه فقط. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ صالح المؤمنين. طب الأرحام العصاة كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم نهجرهم؟ لا، نصلهم ونبلها ببلالها. إذن هذا شيء مهم.